صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء تسع
وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
صدق الله العلي العظيم. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. هذه وقفتنا الأخيرة مع هذه الآيات المباركة، من الآية 17 إلى 26 من سورة صاد، وكانت لنا 3 وقفات سابقة مع مجموعة من الملاحظات حول ما جاء في هذه الآيات المباركات. السؤال الذي طرحه المفسرون، والأصح أنه المؤولون لما ذكرناه سابقا من الفرق بين التفسير والتأويل. التفسير يعني بيان معنى الآية، لكن التأويل هي تتحدث عن ماذا بالضبط، عن من هم هؤلاء الأشخاص، أين عاشوا، هل هم بشر ولا مو بشر، تفاصيل القصة إلى آخره، هذا كله من التأويل. طيب، فاختلفوا أن هل هذا الذي تم نقله من قبل الخصمين كان فعلا خصمين، فعلا كان في خصومة بينهم، هل كان أخوين حقيقيين من البشر، أم من البشر والقضية تمثيلية، أم أنهم من الملائكة تم تصويرهم، الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يظهروا بشكل البشر وأن يقولوا ما قالوا. هذا في اختلاف. في رأي يقول هم فعلا من البشر، من بني إسرائيل، أخوان اختلفا فعلا، ألهمهم الله سبحانه وتعالى، يعني كان في هناك تدبير إلهي معين بحيث أنهما يصلا إلى داود من خلال ما جرى لهما وطريقة تعاملهما مع القضية ومع داود، وصلت الرسالة لداود عليه السلام. يعني كل هذا تدبير إلهي، الله سبحانه وتعالى ما أمرهم بأن يذهبا إلى داود عليه السلام، الله دبر بطريقة ما بحيث أن يتم توظيف هذه الخصومة الحقيقية بين الأخوين ليعرضاها أمام داود بتلك الصورة، فكل هذه الأحداث الله يوصل من خلالها رسالة لداود عليه السلام، فهو تدبير إلهي من خلال تم هذا الأمر. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أنهما من الملائكة، الله سبحانه وتعالى أمرهم أنهم يتجسدون بهذا الشكل وأن يتحدثا بهذه الصورة وأن يدعي وجود الخصومة بالقصة اللي احنا ذكرناها في الأسبوع الماضي كما جاء في الآيات القرآنية. هذا الرأي ذهب إليه عدد من المفسرين القدماء والرواة القدماء، السدي من المفسرين، الحسن، ووهب بن منبه. احنا بمجرد ما نشوف هذا الاسم نحط ايدنا على قلبنا، نقول الله يستر من اللي راح يقوله. ليش؟ لأنه هو هذا الشخص اللي هو كان من أحبار اليهود، ويدعي أنه قرأ أكثر من 70 كتاب من كتب اليهود وتعلمها وحفظها وألف في هذا المجال، وأطلق ما شاء من الروايات بعد أن ادعى أنه أصبح من المسلمين، وصار أحد المفسرين أو في الواقع المؤولين للقرآن الكريم، يعني يبين ما وراء القرآن من قصص إلى آخره، وامتلأت الكتب من خلاله، وأخذ عنه البعض ولم ينسب إليه هذا الكلام. فلربما ما سنقرأه من بذر بذرته الأولى هو وهب بن منبه، هذا من حيث المضمون الإسرائيلي القريب جدا من الرواية الموجودة في العهد القديم أو في التنخ كمصطلح يستعمله اليهود. خلونا نشوف ماذا جاء في التنخ في العهد القديم، ماذا جاء عن قصة داود عليه السلام، وفي جزء شبيه بما تتحدث عنه الآية القرآنية، وكيف تم توظيف هذا في الرواية اللي ذكرها وهب بن منبه وغيره،
ودخلت في كتب المفسرين عند السنة وعند الشيعة. ثم أيضا نرى رواية أخرى إن شاء الله عن الإمام الرضا عليه السلام، نشوف ماذا قال في هذا الإطار. في التنخ في سفر صموئيل الثاني، هذا من أسفار العهد القديم، من أسفار التنخ. وكان في وقت المساء أن داود قام على عن سريره، سرير الملك، وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: أليست هذه بث شبع، اسمها كذي بث شبع، بنت أليعام، امرأة أوريا الحثي؟ فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه فاضطجع معها، هي زوجة القائد أوريا، والحثي يعني مو من بني إسرائيل، هو من الحثيين، والحثيين كانوا موطنهم الأصلي في تركيا، وبعدين غزوا المناطق من تركيا إلى الشام إلى فلسطين، صارت في زمن ما تحت سيطرتهم، ثم بقيت لهم باقية في بلاد فلسطين الحالية، جزء منها كانت تحت سيطرتهم، تحت سيطرة الحثيين، ثم لما دولة بني إسرائيل صارت قوية وكذا امتدت على حسابهم، كما امتدت على حساب القبائل العربية اللي كانت تحكم هناك، الكنعانيين وغيرهم، وبالتالي هذا قائد من الحثيين تحت إمرة داود عليه السلام. فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها، يعني بيقول بأن هي متأكدة الآن اللي راح يصير من حمل بعد ذلك من داود وليس من زوجها. ليش؟ لأنها توها طاهرة من الدورة الشهرية ومطهرة وكذا. ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة، فأرسلت وأخبرت داود وقالت: إني حبلى. وفي الصباح، إلى أن يقول: وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله بيد أوريا، هذا القائد زوجها، وكتب في المكتوب يقول، شنو داخل الرسالة؟ اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة، حطوه بالصف الأمامي أمام العدو، وارجعوا من ورائه، يعني تركوه بروحه في ساحة المعركة حتى أنه يموت، فيعني بطريقة غير مباشرة قتل، فيضرب ويموت. وفعلا تقول الرواية أن هذا هو ما جرى كذا. ولما مضت المناحة، يعني مات الرجل وكذا وسووا له عزا وكل شيء، أرسل داود وضمها إلى بيته، خلاص صارت رسميا ضمن نساء، وصارت له امرأة وولدت له ابنا، بس الابن هذا ابن حرام والعياذ بالله من زنا المحصنة. وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب، إلى أن يقول: فأرسل الرب ناثان، ناثان اسم نبي في زمن داود، إلى داود، لأنهم يعتقدون داود مو نبي، داود ملك، وسليمان مو نبي، سليمان ملك. في زمن داود هناك نبي اسمه ناثان أو نيثن مثل ما يقولون الإنجليزيين، إلى داود، فجاء إليه وقال له، الحين النبي يقول له: كان رجلان، شوف الحين تشابه مع القصة اللي في القرآن، كان رجلان في مدينة واحدة، واحد منهما غني والآخر فقير، وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا، وأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا، يعني عزيزة عندهم كأنها واحدة من العائلة، تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام في حضنه، هذه النعجة، وكانت له كابنة. فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفى أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه، يبي يذبح له ذبيحة، بس هالمرة على حساب منه الفقير هذا. فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيأ للرجل الذي جاء إليه ذبحه وطبخه،
فحمي غضب داود على الرجل جدا وقال لناثان، يقول حق النبي: حي هو الرب، إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك. هذا الغني حكم شنو؟ الإعدام. شون يسوي كذي؟ ويرد النعجة 4 أضعاف، لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق على هذا الفقير المسكين. فقال ناثان لداود: أنت هو الرجل، أنت هذا الغني، أنت هو الرجل، هكذا قال الرب إله إسرائيل. فأنا مبعوث من عند الله، يقول لك بأنك أنت بمثابة ذلك الغني، لأن عندك حريم إش كثر، فلوس إش كثر، الملك بإيدك وكذا. أخرتهم حطيت عينك على منه؟ على هذه المرأة اللي هي زوجتك. ثم بدأ ناثان ينقل لداود عليه السلام عتاب الله عز وجل. الله يقول له، يعني ناثان يقول له أن الله يقول لك: أنا أعطيتك نعم كثيرة، نساء كثيرة، ومع هذا مديت عينيك إلى زوجة أورية الحثي، بينما كان بإمكانك إذا أنت مو شبعان وتبي بعد نساء ترفع إيدك تطلب من الله، كان الله يعطيك، بس ما في داعي أن تسوي مع زوجة أحد هذا الأمر. ثم أخبره بالعقوبة الإلهية. شنو العقوبة؟ والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد، تعبير كنائي عن الفتن. يعني من الحين ورايح راح تشوف أن الحروب والفتن توصل إلى وين؟ إلى بيتك، إلى مدينتك. لأنك احتقرتني، يعني الله يقول له: لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أورية الحثي لتكون لك امرأة، هكذا قال الرب: ها أنا ذا أقيم عليك الشر من بيتك، وآخذ نساءك أمام عينيك، وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس. يعني نهارا جهارا راح يجي واحد يسوي عليك انقلاب، أو يقتحم عليك بيتك ويأخذ نسائك ويسوي معاك مثل ما أنت سويت مع زوجتها. لأنك أنت فعلت بالسر، وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس، يعني علناً، أنت سويته بالسر، أنا أفضحك بالعلن في نسائك. فقال داود لناثان: قد أخطأت إلى الرب. فقال ناثان لداود: الرب أيضاً قد نقل عنك خطيتك، لا تموت، يعني سامحك على هذا، فبالتالي ما رح يحكم عليك بالموت ضمن هذه الفتنة التي ستحصل، غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون، فالابن المولود لك يموت. يعني ولدك راح يصير فداء لك، ولدك هذا من هذه المرأة من الحرام راح يموت فداء لك، مثل ما يقولون حط في البيت طيور، إذا أكو بلا بينزل على البيت ينزل على منه؟ على الطير. هذا هم كذي، هذا الولد صار مثابة هذا الطير، البلاء نزل عليه ومات. هذه القصة بهذه التوليفة أخذت بشكل ما وأقحمت في أجواء الآيات الشريفة من خلال روايات المؤولين، ومنهم وهب بن منبه والسدي وغيرهم. طبعا القرآن الكريم اعتدنا عليه أنه ينقل لنا من قصص أنبياء بني إسرائيل وغيرهم، ويلوح أحيانا بتعبير معين بأنني أنا أخبركم بالقصة الصحيحة، لأن يد التحريف دخلت على القصة الموجودة في التنخ أو في الكتاب المقدس، أو عفوا في العهد القديم أو في العهد الجديد. فش يعبر بالآية القرآنية؟ بالحق. أنا أخبركم الآية: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. هذه القصة الحقيقية، ما لكم شغل بأي شيء ثاني تسمعونه، هذه هي القصة الحقيقية. وأحياناً لا يعبر بالكلمة، ولكن يقدم لنا القصة بصورة ما، بحيث عندما نقارنها مع القصة الموجودة في التنخ أو موجودة في العهد الجديد، نعرف بأن هناك فرقاً ما بين هذه القصة وتلك القصة، فنعرف أن هناك يد التحريف دخلت في الأثناء. هذه القصة القرآنية في سورة صاد الخاصة بداود عليه السلام هي شبيهة جدا بما نقله حسب الرواية الكتابية، بما نقله ناثان
عن خصومة الرجلين، إن عنده نعاج كثيرة وبقر، وذاك عنده نعجة واحدة، وحصل كذا وكذا، شبيهة جدا. ولكن هناك في فرق، أولا هذا نقل قصة، هناك يقول دخلوا عليه، ثانيا ربط هذا وهو الأهم بأن داود ارتكب أكثر من جريمة، زنا المحصن، وشيء الثاني قتل هذا الرجل، يعني لما انحط بهذا الوضع هو قتله، وإن كان مو بسيفه وإنما قتله بطريقة غير مباشرة. فبالتالي أكو أكثر من جريمة تم ارتكابها، ونحن نبرئ الأنبياء عليهم السلام من مثل ذلك. والقرآن الكريم عندما جاء بهذه القصة ما ربطها بشيء اسمه أن أكو امرأة هي زوجة أورية وكذا، فالله سبحانه وتعالى أدخل داود في هذه التجربة لينقل له ماذا؟ خطأ تصرف مع امرأة أورية، أبدا القرآن ما ربط هذا بهذا، ولا جاء على ذكر قضية أن داود أخذ امرأة أحد نهائيا، القرآن ما في شيء من هذا القبيل. من اللي ثبت في أذهان الناس هذا الشيء؟ الروايات، المقولات، التأويلات، وليس القرآن الكريم. القرآن ربط الاختبار لداود بالآية التالية: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، في ماذا؟ في قضية الحكم، فيضلك عن سبيل الله. هذه هي غاية الاختبار اللي حصل لداود فقط، ما له ربط بقضية امرأة عسكري أو شيء من هذا القبيل. اللي أوهم الناس هو الروايات الموضوعة التي ربطت بين الأمرين. طيب، في عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق في باب مجلس الرضا عند المأمون مع أصحاب الملل والمقالات، كان المأمون لما الإمام الرضا عليه السلام صار في مرو، كان الإمام الرضا عليه السلام يجلس بطلب من المأمون مع علماء الأديان المختلفة والمذاهب المختلفة، وتصير حوارات في قضايا متعددة. واحدة من هذه الحوارات المروية، الآن ما ندري هي فعلا صحيحة، منقولة بشكل كامل، منقوص، في زيادة، تحريف، قال الرضا عليه السلام لابن جهم: وأما داود فما يقول من قبلكم فيه، اللي من جهة اللي أنتم تسمعون من الناس كذا، العلماء غيرهم اللي يقولون عن قضية داود، شي يقولون عن القصة؟ قال: يقولون إن داود كان يصلي في محرابه إذ تصور له إبليس على صورة طير أحسن ما يكون من الطيور، فقطع داود صلاته وقام يأخذ الطير إلى الدار، يعني الطير هو نحاش، فخرج في أثره، فطار الطير إلى السطح فصعد في طلبه، فسقط الطير في دار أورية ابن حيان، فاطلع داود في أثر الطير فإذا بامرأة أورية تغتسل، فلما نظر إليها هواها. شوفوا هني الحين التشابه مع القصة اللي مرت معنا. وكان قد أخرج أورية في بعض غزواته، فكتب إلى صاحبه أن قدم أورية أمام التابوت، في حروب بني إسرائيل كما يقال كانوا يقدمون تابوت العهد حتى يكون علامة للنصر ويعطي قوة معنوية للجيش، فقدم، فظفر أورية بالمشركين، فصعب ذلك على داود، فكتب إليه ثانية أن قدمه أمام التابوت، يلا خلي يموت بعد، خلي فكنا هذا، فقدم، فقتل أورية وتزوج داود بامرأته. يعني القصة محسنة، هناك يقول قبل ما يموت نام معها وحملها، هني سواها شنو؟ إن فقط جريمة واحدة، إن قتل هذا بشكل غير مباشر. قال: فضرب الرضا عليه السلام يده على جبهته كنوع من ردة الفعل لشدة تأثره مما سمع، لأن كذبة كبيرة بتعبيرنا، يعني تهمة كبيرة عظيمة على النبي، وقال: إنا لله
وإنا إليه راجعون. لقد نسبتم نبيا من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته حتى خرج في أثر الطير، ثم بالفاحشة، يعني اتهمتموه بالفاحشة ثم بالقتل. فقال: يا ابن رسول الله، يا ابن رسول الله، ما كانت خطيئته؟ يقول الإمام رضا ابن الجهم، فقال: ويحك، إن داود عليه السلام إنما ظن أنه ما خلق الله خلقا هو أعلم منه، فبعث الله عز وجل إليه الملكين. فبحسب هذه الرواية إن صحت عن الإمام الرضا أن فعلا هما كانوا شنو؟ فتسور المحراب فقال: خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا إلى آخر الآيات. فعجل داود، استعجل وصدر ماذا؟ رأي أو حكم. فعجل داود على المدعى عليه فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ولم يسأل المدعي البينة على ذلك. عندك بينة؟ عندك شهود؟ اثنين عدول يشهدون أن كلامك سليم؟ ولم يقبل على المدعى عليه، عفوا، ولم يقبل على المدعى عليه، يعني حتى ما التفت حق ذاك وقال له: شنو ما قولك؟ فيقول له: ما تقول؟ فكان هذا خطيئة رسم الحكم. رسم الحكم شنو يعني؟ يعني إجراءات القضاء، إجراءات إصدار الحكم. الخطأ هني كان، المشكلة هني كانت، الرسالة الإلهية لداود هنا. لا ما ذهبتم إليه، لا الكلام اللي تقولون أنه يرتبط أن داود أخذ امرأة إضافية إلى نسائه. ألا تسمعوا؟ لا تسمع الله عز وجل يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، إلى آخر الآية. فقال: يا ابن رسول الله، ما قصته مع أورية؟ قال الرضا عليه السلام: إن المرأة في أيام داود كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوج بعده أبداً. فإذا حسب هالرواية إن صحت، الإمام الرضا يقول أكو قصة من هذا القبيل، لكن تم تحريفها عند منه؟ عند اليهود تم تحريفها. والقصة الأصلية مو إن قتل زوجها حتى يأخذها أو زنا بها والعياذ بالله، وإنما إن المرأة في أيام داود كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوج بعده أبدا، فأول من أباح الله عز وجل له أن يتزوج بامرأة قتل بعلها داود عليه السلام، فتزوج بامرأة أورية لما قتل، يعني لما شارك في الحرب وانقتل بشكل طبيعي كمشاركة في الحرب، راح أخذ الأرملة مالته، وانقضت لما قتل وانقضت عدتها، فذلك الذي شق على الناس من قتل أورية، مثل قضية النبي محمد صلى الله عليه وآله مع زوجة ربيبه اللي هو زيد بن حارثة، اللي هو كان يسمونه زيد بن محمد، وزوجته زينب بنت جحش ابنة عمة الرسول. فلما طلقها زيد، الله قال له: ما في بأس أنك تتزوج، هذا مو ولدك الصلبي، تمام؟ فكبر على الناس ذلك، وصاروا يتكلمون على الرسول وشون يتزوج مرت ولده وكذا وإلى آخره، وبدت تنسج حتى قصص إنه كان حاط عين الرسول من قبل على بنت عمته ومعجب بجمالها وكذا ومتحسف ليش مزوجها حق منه؟ حق ولده. وهكذا مثل ما تم تحريف القصة وتم تهويل فعل النبي، مع أن القرآن الكريم الله يقول له أن أبحت لك هذا الأمر، أيضا نفس الشيء حصل مع داود عليه السلام حسب هذه الرواية، والله أعلم. طيب، ثم أن قوله تعالى: وإن له عندنا لزلفى، مرتبة عالية، وحسن مآب لا يتوافق أبدا ولا ينسجم أبدا مع كونه قد قتل رجلا بريئا ليأخذ امرأته، أو أنه زنى بها والعياذ بالله،
وقطع الصلاة وغير ذلك، هذا ما يتناسب، هذا الوصف ما يتناسب. كأن هذا رد على ماذا؟ ما جاء في تلك القصة الكتابية بأن داود أعلى شأنا مما تدعون. وإذا قبلنا بكونهما من الملائكة ينطرح عندنا إشكالية، وهي كيف الله يسمح لهم بأن يكذبون؟ مو قال أن هذا أخي؟ هو مو أخو، ما عندهم نعاج، لا هذا عنده، الملائكة ما عندهم، ما يربون غنم، زين؟ فهم كذبوا هنا. هذه إشكالية أخرى، شلون تصير إذا هم ملائكة مو بشر؟ إذا بشر والله رتب الموضوع كله كاختبار جيد، ما عندنا أي مشكلة، لكن بمجرد ما نقول بأن أكو كلام غير حقيقي في الأثناء ينطرح إشكالية ماذا؟ كذب. شلون الله يطلب منهم يكذبون؟ رد الأول، نعم، إيه إن صححنا أنهم من الملائكة والقضية مو حقيقية، مو إخوان ولا عندهم نعاج، الرأي الأول، تأويل الأول، محاولة الأولى تقول بأن هذا كان نوع من التورية، والتورية على رأي جائزة، في رأي فقهي بأن التورية جائزة. تورية يعني ماذا؟ يعني أنت تقول غير الحقيقة ولكن تنوينية معينة بحيث أن يشتبه على السامع كأنك تقصد شيئا آخر من كلامك، هذا تورية. فيقولون هم سووا شيء من هذا القبيل، هذا واحد. المحاولة الثانية بأن من قال أن الكذب دائما أمر قبيح ومحرم وممنوع؟ طبعا الحين ماكو محرم على الملائكة، ولكن كشيء قبيح، يعني أن الله يأمر بقبيح، من قال؟ الحين لما يصير اثنين بينهم زعل، اخوان، زوج وزوجته وكذا، وتدخل للاصلاح ويقول لك حتى لو ان اضطريت انك تكذب اكذب، هذا الكذب ماذا؟ ممدوح، وانت ماجور عليه انك قربت ورجعت بينهم. لماذا؟ لان هناك مصلحه اكبر استدعت هذا الامر، فحين ذاك لا باس بذلك. كذلك في التقيه مثلا، لما الناس ظالمين جايين يقتلون شخص او جايين يعتقلون شخص وأنت تكذب حتى تنقذه من أيديهم، أنت هني فعلت أمرا حسنا، صح؟ أو حفظت نفسك منهم، فأنت فعلت أمرا حسنا، فعلت الواجب لما انكذبت، مو أنك ارتكبت محرم. يعني أكو عنوان آخر جاء وغطى على عنوان حرمة الكذب وهو أولى، مثل في قصة يوسف عليه السلام، يقولون من هذا الباب. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. يعني كأن يوسف هو اللي دزه وقال له شنو؟ روح قول أنتو، مع أن يوسف هو اللي حاط. إنزين هذا مو كذب؟ قالوا عادي يصير. كذلك كدنا ليوسف، ما كان يأخذه، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. يعني الله راضي عن هذا الفعل، الله يبي يصير هالشكل، فيوسف فعل كما يريد الله عز وجل. أكو مصلحة كبيرة كان لازم تتحقق من خلال ماذا؟ هذه الشغلة. فلما نقطب هذا واتهمهم بالسرقة، لما قال إنكم لسارقون، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يوسف من 70 إلى 76. في قصة إبراهيم عليه السلام قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فعله كبيرهم هذا، هذا كذب حسب هذا الرأي. إبراهيم ما قال الحقيقة، ولكن هذا الكذب ممدوح. ليش؟ لأن في مكانة حتى يعطيهم إطراق ينتبهون فعلا، هذي لا يتحركون، لا عندهم إرادة، لا عندهم ردة فعل، شون احنا نقول آلهة وكذا ويتحكمون بالوجود وإلى آخره. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، طبعا البعض شو يقولون إن كانوا ينطقون؟ هذه معلقة، يعني ما سبق معلق عليها، لا أنا أشوف مو كذي. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فاسألوهم إن كان معلق على هذه، أما ما سبقها مقولة خاصة. على كل حال أيا كان،
فرجعوا إلى أنفسهم، هذه الفائدة، فرجعوا إلى مباشرة يالهم الطراق راشدي ذاك السنع من إبراهيم عليه السلام بالكلمة، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أنتم اللي ما تفتهمون، أنتم اللي ألغيتوا عقولكم، مو هو. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فإذا هني الفائدة اللي تحققت شنو؟ عظيمة جدا، صح ولا لا؟ فإذا تغطي على ماذا؟ على المقولة التي قالها إبراهيم، هذا رأي. فبالتالي الرأي الثاني يقول لا بأس بالكذب في بعض المواضع إذا كان في مصلحة أكبر من هذا الأمر. الرأي الثالث يقول لا تورية ولا كذب. كيف؟ يقول إنما يكون الكلام كذبا فيما لو أن الشخص فعلا يريد إلى نهاية المطاف أن يبقي هذا الأمر وكأنه حقيقة، أن يخدع السامع ويصور له أن ما قاله حقيقة، ولكن لو كذب وكذب وكذب أو قال وقال ما ليس بحقيقة ثم بين للسامع بطريقة ما أن ما قلته لك ما كان كذب، ولكن أريد أن أنبهك إلى أمر أو أعطيك فائدة أو قصة أو حكمة أو غير ذلك، فهذا ليس بكذب. مثل ما المدرس يوقف أمام الطلاب ويقول لهم تعالوا أقول لكم قصة، كان يا ما كان في قديم الزمان، شنو معنى هذا الكلام؟ كان، ما هو شيء خيالي، صح؟ كان في قديم الزمان، كان في كذا وكذا 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 وكذا. بعد ما يخلص يقول لهم شنو نستفيد من هذه القصة؟ طبعا هذا ما صار، أنا بس حبيت إنه شنو؟ هل هذا من الكذب؟ هل هذا قبيح؟ هل يلام المعلم على ذلك؟ لا. كذلك كاتب الرواية الأدبية، كذلك اللي يقول نكتة مثلا، كذلك اللي مو قصده أنه يخدع المقابل بحيث يستمر في تصوير أن ما قاله حقيقة إلى الأبد ويريد أن يخفي عليه ذلك، لا، هو يريد أن يوصله إلى الحقيقة من خلال هذا الكلام، فهو لم يقصد تلبيس الأمر وإنما قصد تنبيه الطرف الآخر، فهذا ليس من الكذب أصلاً حتى يصير قبيح. هذا الرأي الثالث. وقالوا أن ما فعله الملائكة حقق النتيجة، ننتبه، داود عليه السلام فظن داود أنما فتناه، وشنو سوى بعدين؟ أي نعم، مباشرة يعني هوى. أي نعم، هذه كانت جلستنا لهذه الليلة. أما كيف، فقط هذه النقطة قبل ما أختم، كيف علم داود؟ ظن، لما يقول وظن داود، ظن الظن، يقول ليش ما قال علم داود؟ ليش ظن؟ احنا عادة الظن نحطه كاحتمال قوي، صح؟ يعني 80% 90% شو نسمي؟ ظن. 50-50 شو نقول؟ شك، صح؟ 100% 99% شو نقول؟ علم. علم أقوى من العلم، يقين. يقول إيه نعم، اللي يحصل بشكل نظري، العلم اللي يحصل بشكل نظري هو قريب من الظن، يعني الشيء الاستنتاجي، مو اللي شفته بعينك، مو اللي لمسته بإيدك، هو شبيه بماذا؟ بالظن، ولذا يعبر عنه لغويا بماذا؟ ظن، وليس علم. علم يعني شاف بعيونه، لمس بإيده، هو جرب الشيء بنفسه، ولكن الاستنتاج، النتيجة اللي توصلها استنتاجية، هي أشبه بماذا؟ بالظن. فظن وظن داود أنما فتنا، فكلمة ظن أنسب هنا، ولكن المقصود منها ماذا؟ أنه وصل إلى هذه النتيجة وهي نتيجة صحيحة، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. كيف ظن؟ كيف علم؟ كيف وصل هذا؟ الآية ما تكلمت عن هذا، ويبدو أنه يعني النور اللي بقلبه، الهداية اللي عنده، كونه نبي، كونه كذا، نبه هذا الشيء، صار عنده بصيرة، من البصيرة صار عنده علم في تلك اللحظة إنه هو ارتكب أمر ما كان لازم يسويه، وهو إصدار الحكم أو الرأي في المسألة. والحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد.